2006. العداد ده هندي. وظيفته ان هو يقيل كيلو وات اورز خاص باستهلاك الطاقة الكهربية. العداد ده ركبته على تاني يقيس كيلو وات خاص بكمبريسور 100 حصان. تمام؟ زي ما احنا شايفين العداد وده الموديل العداد. ده عداد هندي. تفصيله زي ما احنا شايفين. في عند اللاين تغذية. في هنا ال واحد وال اثنين وال ثلاثة والنيوترال. تمام؟ في هنا عندي اس واحد واس اثنين. واس واحد واس اثنين واس واحد واس اثنين. ثلاثة كرنت محلات تيار بتركب علشان تقيس في محلات تيار بتركب مع العداد على كل فازة من فازات الكابل العمومي اللي داخل الكمبريسور. تمام؟ ببدأ أنا أوصل الاس واحد والاس اثنين مع ثلاث محلات تيار. وفي واحد وفي اثنين وفي ثلاثة. دي ثلاثة فاس تغذية، ثلاثة فاس ثانية. في عندي مصدر الباور العمومي هنا 220. في عندي هنا بيخرج بلصات عشان لما ادخل الإشارة دي على بي ال سي. تمام؟ طبعا ركبت هنا ثلاث حمايات، ثلاث فيوزات عمومي على لوحة عشان تضمن بسلامة الدائرة وعدم وجود أي مشاكل. زي ما احنا شايفين دلوقتي في هنا ثلاثة محاول تيار، ثلاثة محاول تيار كل فازة عليها محاول. تمام؟ علشان نقيس الكرنت اللي خارج من الفازات هيروح على العداد. طبعا الكرنت ده هنا 4 على 200 امبير حسب القطع الرئيسي الخاص بالكمبريسور او الحمل اللي احنا عايزين نقيس كيلو وات بتاعه. تمام؟ وانا كده وصلت كده اهو كل كرنت فيه طرفين اللي هو الاس واحد والاس اثنين، والطرف الثاني برضو الكرنت الثاني فيه اس واحد والاس اثنين، والثالث نفس الطريقه. بحاول انا اثبتهم وخليهم كلهم اتجاه واحد زي ما احنا شايفين. تمام؟ ده المصدر الرئيسي اللي هو داخل على الكمبريسور. انا كده حزمت الكرنت، هبدا ارتب الاسلاك اللي خارجه منه كل طرفين مع بعض. وانا كده حزمتهم كده بالظبط. طبعا بيراعي ان انا اجيب قيمه الكرنت مظبوطه علشان يقرا معايا الكيلو وات مظبوط. لازم يكون لو انا عندي الامبير مثلا 150 امبير بجيب حاجه اعلى، الكرنت بيبقى اعلى من 150 امبير، ممكن يبقى اجيب مثلا كرنت 200 امبير او 250 امبير. تمام؟ ده شكل العداد بعد لما ركب في اللوحه وبدا الحمل يشتغل، بدا يديني فليشر زي ما انت شايف، وبدا يقيس معايا الكيلو وات بدرجات من 5 ل 6، هو 6 من 10 هبدا يوصل لعندي 9 وقالب 1 كيلو وات. تمام؟ زي ما احنا قلنا العداد ده هندي من العدادات اللي هي سهله جدا في البرمجه بتاعتها. كل اللي انا بعمله في العداد ان انا بدخل على البرمجه وبغير قيمه الكرنت محاول التيار الى القيمه اللي انا شاريها في محاول التيار. انا جبت محاول تيار 200 امبير، يبقى انا دخلت جوه كتبت جوه على قيمه الكرنت 200 امبير عن طريق زوارين بدوس مع بعض 3 ثواني. زوارين دول مع بعض بيدخلني على القائمه الرئيسيه. باجي انا على السهم الت
تاني وبدوس عليه لغاية 10 بيدخلني على المنيو بتاع العداد وابدأ اغير قيمة محاولة التيار.